هلو هلو هلو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها المشاهدون، أيها أعزاء المتابعين، معكم أخوكم دكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري، مواطن من سلطنة عمان، هنا من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أسسنا مؤسستنا حقوى ونس، حقوى للعافية. وحقوى للعافية تختص بشؤون العافية والصحة العامة البشرية بجميع جوانب الصحة البشرية، الجسدية، العاطفية، العقلية، الروحية والاجتماعية. هذه خمسة جوانب الصحة المهمة، وهي الصحة المثالية. وكيف لدور الحكوباثي، بحيث أسسنا نحن أسسنا الطب الحكوباثي أو إعادة الإنعاش بالحقوى، بالإنجليزي حقوى Revitalize Therapy Heart، أو هاكوباثيك ميديسين، الطب الهاكوباثي، أو باختصار الهاكوباثي. يختلف بمعنى مصطلح الهاكوباثي، وهو بما كان مسمى بالعلاج بالماء الساخن سابقا، ومن ثم سجلنا الملكية الفكرية بهذا السياق جديدة باعتبار علم جديد في الصحة البشرية، سنشرحها بعد قليلة. أتناول كأس من الحقوى. إذا كيف ذلك؟ ما هو المفهوم مصطلح كلمة حقوى؟ حقوى جاء الكلمة جت من كلمتين، هي كلمة مسجلة في مكتبة الكونغرس الأمريكي USPTO، وبحيث أن هذا النوع جديد من الطب الطبيعي الذي يعتمد على بقاء الحفاظ على مناعة الإنسان، جهاز المناعي الطبيعي كما سمعته Natural Immunity. كيف ذلك؟ أول شيء مفهوم حكوتي أو حكوباثي جاء من ثلاثة كلمات، حكوباثي. إذن هذه ثلاثة كلمات، إذن حكوى من كلمتين hot aqua، وباثي كلمة أخرى، إذن مفهوم من ثلاثة كلمات hot aqua pathy، أي hot من الكلمة الإنجليزية ساخن، أقوى من الكلمة اللاتينية أي ماء، وباثي من الكلمة اللاتينية أي علاج. إذن العلاج بالماء الساخن حاكوباثي. نحن أسسنا حاكوباثي كما ربما الكثيرين يعلمون عن هيدروباثي. هيدرو من الكلمة اللاتينية أي الماء، باثي العلاج، إذن العلاج المائي. قد ربما سمعت أن تجربة الاتحاد الياباني للأمراض حول تجربة العلاج بالماء، كما سمعت عن كثير من العلماء مثل الدكتور بأثبت منجليج من أصل إيران الذي كان يتحدث عنه كثيرا عن العلاج المائي، وهناك العديد من العلماء الذين كانوا يتحدثون. لكن العلاج بالماء الساخن حاكوباثي يجمع أربع علاجات في آن واحد، بحيث أن جسم الإنسان معتمد كليا جميعها. إذن مكون من العلاج بالماء، العلاج بالطاقة، العلاج بالهيدروجين، والعلاج بالأكسجين. إذن أربع علاجات في آن واحد، بحيث جسم الإنسان يتطلب أن حفاظ حالة الاستتباب، أي حفاظ الحفاظ البقاء للصحة الإنسان مواكب مع المتغيرات البيئية. ومن حيث جسم الإنسان يمتلك هذه القدرات الكامنة نحو الشفاء الذاتية، الصيانة الذاتية، والوقاية الذاتية، وهذه من مبادئ الطب الأوستيوباثي المعترف هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. قد ربما سمعت D.O Doctor of Osteopathy، طبيب الطب الأوستيوباثي. حاكوباثي هو مكمل للأوستيوباثي. لماذا؟ إذا كان جسم الإنسان هو يمثل مخلوق، هو كائن يعني living organism، هو كائن حي، لكن كل كائن حي حتى للحفاظ على الحالة الاستتباب والحفاظ على الصحة المثالية متكاملة يعتمد من الدرجة الأولى على مدى توفر المغذيات الأساسية، هذه تسمى وقود. إذن هذه الوقود التي من خلال أبحاثنا توصلنا بأن كمية من الماء والأكسجين والهيدروجين والطاقة، هذه كلها تلعب دور كبير جدا للحفاظ على صحة الإنسان في جميع خمسة جوانب الصحة: الجسدية، العاطفية، العقلية، الروحية، الاجتماعية.
إذا هاكوباثي هو العلاج بالماء الساخن، لا يتطلب هو العلاج، هو للحفاظ، يعني اللي هو من أجل علاج، من أجل بقاء على قيد الحياة والقيد الصحة الشاملة والكاملة، الحياة الصحية المثالية في هذه 5 جوانب. كيف لهذا؟ كيف بمجرد تغيير حرارة الماء؟ إذا الماء مكون من ذرتي الهيدروجين والذرة من الأكسجين، بحيث أن تنفصلا كل من الهيدروجين والأكسجين في الماء، يتطلب تغيير درجة حرارة، رفع حرارة الماء إلى حتى يكون يصبح ساخنا، وبالتالي للاستخدام الداخلي. وهناك 17 إلى 19 من أساليب الصحية والعلاجية للهاكوباثي أو العلاج بالماء الساخن بالكلمة العامية المعرف سابقا. إذا كيف لدور الماء الساخن الحاكوا أو الحاكوباثي أنه يوفر للجسم الإنسان تغذية بالماء والطاقة والأكسجين والهيدروجين؟ إذا سمعت بكلمة هيدريت، أي هي تغذية الجسم بالماء، بالماء. إذا كيف لدور الماء الساخن؟ مجرد هذا المصدر وحيد مجرد الماء، تغيير حرارته وترفع حرارته إلى حرارة معينة للاستخدام البشري، وبالتالي يتغير بالكامل بحيث الجسم يتغذى من كمية كافية من الماء والطاقة والأكسجين والهيدروجين. كيف؟ على سريع، جسم الإنسان مكون من 75% ماء، وكل عضو من أعضاء جسم الإنسان معتمد على مدى توفر هذه الكمية الكافية من الماء، هو بما فيها هذا الجهاز الأساسي المحكم الذي الجسم الإنسان، هو مخ الإنسان، هو الذي يتحكم على كل شيء، وبالتالي مخ الإنسان يستهلك ويتكون من نسبة 78% من الماء، وكذلك بقية أعضاء جسم الإنسان، كل عضو معتمد، كل خلية معتمدة على مدى توفر كمية كافية من المياه. الأكسجين، الأكسجين مهم جدا، يلعب دور كبير جدا في جميع أعضاء جسم الإنسان للحفاظ على الصحة الكاملة، كل عضو معتمد على الأكسجين، وهذا الأكسجين ينتقل أيضا إلى جميع الأعضاء. تبع الهيدروجين، ذكر العالم الأمريكي الراحل وعايز على نائج حائز على جائزة نوبل ألبرت زجوجي، بأن الهيدروجين لا تتحرك أي من الذرات إلا أن يرافقها الهيدروجين. فتذكر السيارة تحتاج الماكينة، ماكينة هي تشغل السيارة، لكن الذي يحرك السيارة حتى تتحرك من مكان لمكان هي العجلات. فتخيل أن الهيدروجين يمثل مثل العجلات في جسم الإنسان، أي معناته كل خلية، الدورة الدموية، الدورة الخلايا، كل شيء يعتمد على مدى توفر كمية كافية من الهيدروجين، وهذا مهم جدا، وكذلك للحفاظ على الصحة الشاملة، لأن الهيدروجين أقوى مادة مضادة للأكسدة كما ذكر ألبرت زجوجي. طيب الثلاثة هو الأكسجين، طبعا ذكرنا الماء والأكسجين والآن الهيدروجين، والآن نتحدث عن الطاقة. الطاقة مهمة جدا، الحرارة مصدر للطاقة. الماء لما يكون ساخنا على حرارة اللي ذكرنا دائما مرارا، بالتالي تصبح طريقة يعني مثالية والاستثنائية في نقل الطاقة من خلال الماء ساخن الحكوة إلى الجسم بالترطيب، إذا لا توجد طريقة أخرى، إذا مباشرة ينقل، يعني يتم نقل الطاقة بالترطيب، وبالتالي استنادا لقانون أول ديناميكي الحراري. إذا خلاص في هذه الحالة هذا كلها تنتقل، وين تنتقل؟ إلى الدورة الدموية. الدورة الدموية باعتبار الدم هو الذي يغذي كل خلية، كل عضو، من حيث أن ينقل الماء والطاقة والأكسجين والهيدروجين، وللحفاظ على صحة الدم الإنسان من حيث أن قدرة الهيدروجينية، الكتلة الهيدروجينية في الدم تظل 7.0، لأن ثبت دراسة في جامعة جنوب كاليفورنيا بأن الماء عند تسخين الماء من درجة حرارة الغرفة 25 درجة مئوية يبدأ تنفصل، مجرد ترتفع حرارته تبدأ تنفصل إلى الأيونات الهيدروجينية والأيونات الأكسجينية، هيدروجين أيونز وهيدروكسيد أيونز. إذا في هذه الحالة جسم الإنسان يتغذى من الأيونات الأكسجينية والأيونات الهيدروجين، إذا الهيدروجين والأكسجين على وعلى الماء، وكذلك استنادا لقانون أول ديناميكي الحرارية الطاقة. إذا في هذه الحالة الجسم يتغذى من الماء والأكسجين والهيدروجين والطاقة من خلال الهاكوباثي.
هذا فقط مختصر للحكوباثي وكيف للدور الدلائل الكافية بأن الحكوباثي هو الذي في متكامل من حيث تغذية جسم الإنسان بهذه أربع عناصر أساسية للحياة، وبالتالي حفاظها للصحة المثالية، لأنه يمثل العلاج المائي والعلاج بالهيدروجين والعلاج بالطاقة والعلاج بالأكسجين في آن واحد. جسم الإنسان معتمد عليها كليا في شكل يومي. إذن حافظ على صحتك من أجل حفاظ على صحتك المثالية الشمولية، الجسدية، العاطفية، العقلية، الروحية، الاجتماعية. يجب المحافظة على صحة، على العلاج بالماء الساخن أو علاج الحكوباثي، طب الحكوباثي فقط، ليس مجرد حتى العلاج أيضا، هو من حيث revitalize أو energize نقول بالإنجليزي، إذا إعادة إنعاش الجسم، بقاء للحفاظ على الصحة المثالية للجسم، وإعطاء طاقة متواصلة طول الوقت مع تطبيق هذا الطب الحكوباثي. واشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن غذي نفسك بالحكوى، أريد تناول كأسي من الحكوى.